الحمد لله دخلنا للشوط الاولاني بس بقيه متاع 1-0. اكيد في الشوط الثاني المنافس باش يخرج يا اخو دي ريسك، ما عادش باش يستنانا، وانا باش يخلي مساحات، المساحات هذيك باش تعطينا فرصه متاع لي زاتاك رابيد ولي كونتر. جاو العديد من الوضعيات متاع الهدف الثاني، ما تمكناش باش نعملوا دوزيام بيوت. نقول الحمد لله كاليفيكاسيون اكيز بعد الماراثون هذا الطويل، ومازال انا اليوم باش ندخل للوتيل، غدو عندنا فول 8 متاع الصباح باش نمشيو لاوغندا في ان ديبلاسمون طويل. دونك عدد كبير من المباريات في وقت طويل، احنا مطالبين باش نتعاملوا مع الشيء هذا. بون الماتش الجاي احنا نلعبوا لو 18، وبعد ال 18 فما بروبابلومون ماتش تاع كوب، فما بعد ماتش نتاع شامبيونز ليغ. يعني دونك مازالوا لنا 3 ماتش اخرين افون دو تاكي لو موا دو نوفمبر اللي فيه موا دافريل اللي فيه العديد من المقابلات، منهم لانكار دو فينال شامبيونز ليغ ومنهم مقابلات البطوله.